سدا مليعا لكم. بهذا التجمع الجديد والمتكرر لذوي الإعاقة اجتمع المعاقين في متنزه الناصرية لإيصال صوتهم للمعنيين، خاصة لرواتبهم المتأخرة منذ سنين، مطالبين بفصلهم عن رواتب العاطلين عن العمل. خصوصا أنا دائما أكد كناشط أكد على الجنبة المالية في قانون 38، لأنه حقيقة ما يتقاضى المعاق هو مخجل للغاية. المعاق اللي عنده 5 أطفال يتقاضى 175,000 في هذا الظروف، خصوصا احنا في ظرف جدا صعب بعد خفض قيمة الدينار العراقي امام الدولار، والغير متزوج 95,000. فنطالب بتعديل مادة 17 ثالثا بمبلغ براتب شهري يحفظ كرامة المعوق. أوجه كلمة للمسؤولين بحقنا، احنا أبسط الأشياء، هاي الصعدة مال الأرصفة ما موجودة، الراتب مالتنا يعني حتى 100,000 شتكف، هاي الكراسي الكهربائية ما متوفرة إلنا، زين بهيج حالة احنا يعني شنو، احنا خص احنا البنات لا وظيفة لا فد شيء، حتى تعيينات إلنا هم لازم يقطعون راتب الرعاية إلا ينتعين، زين يعني المعوق عنده طموح عنده إرادة، زين أبسط الحقوق مالتنا ماكو ما موجودة ما جاي يوفرونها إلنا. مشاكل اجتماعية وأخرى حكومية تضاعف على كاهل ذوي الإعاقة، إذ وصل عددهم 5 ملايين معاق، ويقول أصحاب الشأن إن أعدادهم في تزايد بسبب التشوهات الخلقية والحروب. شريحة مظلومة مهمشة بل معدومة على مستوى البلد في العراق، بلد يمتلك ثروات نفطية، ثروات علمية صناعية. العراق المعوق في بلد العراق مهمش مظلوم، راتب قليل لا يكفي، والمعاق يحتاج إلى مستلزمات طبية مستلزمات أخرى، فالراتب القليل، فنحن شريحة مظلومة مهمشة، نطالب في رفع المعاناة عن ذوي الإعاقة. ذوي الإعاقة شريحة لها دورها في المجتمع المدني. ومع تأخر صرف رواتب المعاقين تزداد معاناتهم وترتفع أعدادهم في ذي قار تحديدا، لتحتل المحافظة المرتبة الثانية على مستوى العراق. لقناة التغيير إيهاب الخفاجي، الناصرية.